وبغينا وليدي تحيد علينا، راه كيخرجوا منا العقارب، كيخرجوا منا الفاء، كيخرجوا منا الحناش، كيخرجوا منا الشمكارين، كنخافوا منها، ولينا نتخلعوا منها قبل لها بزاف، ولات عامره بالشواكات وبالزبل وبكل من هي حاجه ولات خايبه فيها. وكل جايه وليدي عندها الاخر في وسط الحطاب، كل عنده جايه عنده شي 46 47 48 كاع. ايه خرجوا لينا العقارب، ما نعسوش في الليل، كنباتوا نترعدوا، كيجيونا منها الشمكارين، كيخرجوا لينا سيدي عليك العقارب واللفعات والحنوشه. ايوا سيدي حنا قلنا نقولوا وليدي نديروا الشكايه وندفعوها، نحاولوا نديروا الشكايه وندفعوها. كنا حنا كساكنه متضررين من هذا المقبره ديال سيدي محمد النخل، فيها خير، كيخرجوا الحشرات، كيخرجوا الفيران، كلاب الضاله، يعني كيجيو لها كل شيء. راه ساكنين فيها هنا شي كما نقولوا حنايا دوك المتشردين، راه كثار هنا بزاف. حنا كنعيشوا في هذه المنطقه ديال القلعه الفوق، كنعانيوا من هذه الظاهره ديال خروج ديال الافاعي وهادشي ديال العقارب، وهنا كاينين الاطفال الصغار كيبغيو يلعبوا وداك الشيء. وكنشكروا الجريده ديال اسبريس على هذه الالتفاته، حيت حتى شي جهه مختصه ما جات التفتت لهنا. وبزاف ديال هنا كيكونوا بالليل جلسات خمريه ديال المتشردين وديال، وهنا اكثريه كيريحوا المختلين عقليين بزاف. وكنوجهوا رساله للسلطات المحليه والسلطات المختصه انها تجي دير معاينه لهذا المكان، حيت اخر قبر هنا مدفون وقيل عنده شي اكثر من 40 عام، وحنا عارفين القانون ديال هاد المقابر وهادشي، يعني راه الا كان اخر واحد كان مدفون هنا عاد خاص اعاده التدوير وهادشي. وسميتو راه كتكون غادي هنا في الصور كيبان لك شي، مؤخرا قتلنا شحال من افعى خارجه لهنا قتلناها، والدراري هنا كيكونوا بالليل كيلعبوا، خصوصا كتشكل خطوره كبيره لهاد الساكنين لهنا. وكنمرجو المسؤولين انهم يقوموا بحل. المهم بالنسبه لهاد الروضه اخويا، انا راه من نتزاديش عقلت عليها مسدوده، وتسولت الوالد قال لي نفس الهضره، الوالد راه عنده تقريبا جيل 60 عام، قال لي راه ما يعقلش عليها وهي محبوسه، ما عمر شي واحد ما حاضرش اللي دفن لها الاخراني. جدي قال لي فهمتيني تقريبا، جدي قال لي راه كانت عنده تقريبا شي 17 عام ولا ما عرفت 18 عام، حضر شي واحد دفن هو ولده، كانوا قال ما عرفتش هما اللي ماشوا الاخرانيين دفنوا تقريبا قال عندهم شي 60 عام ولا فوق من 70 عام. ويا عمرنا شفنا شي مسؤول هنا جا للدار، جا للمقبرة ولا تفكر ولا شي حاجة والو. وفهمتيني راه فيها بزاف الأضرار، راه كنشتي أنت، شتي أنت داك الشيء بعينيك، شتي شحال ديال الأزبال، شتي شحال ديال الحيوانات الضالة، شتي شحال ديال الشماكريل داخل، شحال من درية، شحال من دري كيتكريس هنا بالليل، ما كتعرفهم الناس مجهولة، كتدرك مورا الشوك، كتبان لها الضحية غادا، كتنقز، كتخطف لها الأمانة ديالها، كتعاود تدخل الروضة أخويا الزين. راه فهمتيني ما دابا انت كبير راه وليتي عارف، راه ولكن الوليدات والناس الجداد اللي كيجيو يسكنوا هنا في هذا الدرب، راه كاين اللي فهمتيني كاين اللي كرا شهر كيشوف عقرب كيولي خايف على وليداتو كون غادي يتحول. وراه فهمتيني اكثريه الناس قدام هنا كيخاف على وليداتهم الصغار وصافي. اش عمر راه فهمتي مثل هذا الكراج لا دور شي الكاميرا وشي فهمتي ميكانيسيان مسكين كيكون داخل كيصاوب الطوموبيل من تحت كيتلفش كيلقاه واقف وحده. وكنطالبوا راه فهمتيني راه القانون راه معروف، الروضه راه قدامش فهمتيني فاشت 40 عام، الحاجه ملي كتفوت 40 عام راه هي اصلا شكون عندنا الدوبل، راه تقريبا الا سولتي شي واحد من الناس القدامنا راه يقول لك تقريبا الروضه راه عندها شي قرن تقريبا، وكتمشي هي دابا عندها 40 عام راه صافي راه خاصها تحيد. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.